السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كان منشور الان، منشور الان باللغة العربية على شبكة الانترنت، فيه واحد العالم ماذا يقول. انا كنت قلت هذا الشيء في التسعينات، ملي سبوني الناس سكت، ما تليت بغيت نهضر حتى على حاجة، وليت عاب شوية، وليت كنتماشى مع المسائل وصافي بشويه. الناس بصقوا عليا، كانت المحاضره كانت في الرباط وكانت في السطات، وفي السطات كانوا الناس كيتساراو في القاعه، واحد تيقول لي واش باقيين كتصنتوا لهاد الحليقي. قلت سبحان الله، لماذا اهين على الناس ولماذا يهينني الناس؟ لماذا اهين على الناس؟ انا لا اسالكم جزاء ولا شكورا، انا كنقول لكم دووا براسكم، لا اسالكم اي شيء، ما شاء الله. ولكن لماذا اهين على الناس؟ لماذا اهين على الناس؟ انا ما تابع لا الحزب ولا باغي ندير حمله ولا باغي الفلوس ولا باغي حتى شي حاجه، انا غير وفاء لهذا الوطن وحبا في هاد الناس اللي معايا، بني جلدتي وبني عمي واخوتي. ماذا كنت اقول للناس؟ واحد العالم الان يقول لان اجد في راسي 20 قمله واكون بصحه جيده بدون سرطان خير من ان اغسل راسي بالشامبو المسبب للسرطان. انتقال الإنسان من حياة البيولوجيا إلى حياة الكيمياء. الإنسان بيولوجي الطبع، يعني أحياء الطبع، فانتقل من علم البيولوجيا إلى علم الكيمياء، إلى الكيماويات. بمعنى انظروا التفاح، التمر، حتى التمر كان فيه دود، نعم. التفاح كان فيه دود، نعم. الفلفل كان فيها دود، نعم. كل الأشياء كانت فيها ديدان، لكنها ديدان كانت تفرز أشياء في هذه المأكولات ضد السرطان. لما قتلناها بالمبيدات ضربنا السرطان في 5، أزلنا الديدان وأدخلنا المبيدات. عالم أمريكي الآن ناشر على الانترنت كذلك، ناشر الآن عالم أمريكي ناشر على الانترنت، لأن آكل تفاحة بدودتين دون أن أغمض عيني، يشوفهم كاك بأنه كالهم، خير من أن أكل تفاحة مرشوشة بالمبيدات. هذا ماشي انا، عالم امريكي الان نشرها على الانترنت. وحنا مازال غادين لويلاتنا، ومازال غادين بالانسان الاخطار الكيماويه ما شاء الله. فاعود كما قلت، هذوك يعني الاشياء التي كانت تحبس السرطان كانت موجوده في التغذيه. انظروا تبعوا معايا مزيان. الخرشوف فيه ماده السينارين، وهي ماده كابحه للسرطان، فلافونويد. هذاك الشيء علاش الخرشوف كيكحل يسود لما تقطعونه. وماده الكيرسيتين في البلوط ماده كابحه للسرطان، والبلوط كذلك يسود لما تقطعوه. وماده الاولوروبيين بوليفينول كذلك موجود في الزيتون، وهي ماده كابحه للسرطان، والزيتون يسود لما تقطعوه، نعم ام لا. وماده الليكوبين موجوده في الطماطم، ماده ضد السرطان، سبحان الله، شو شحال من ماده ضد السرطان. وماده الريزفيراترول موجوده في العنب، في قشور العنب وفي الحبوب الداخليه. اذا ازلتم القشور والحبوب انتم تاكلون سكر وماء واملاح وتتركون الطب. القشره والحبوب لان مر، هو المذاق ديال الفلافونويد تكون مر بحال الزيتون بحال الزريعه ديالو. والرمان في حمض الطانيك كذلك بوليفينول مضاد للسرطان، سبحان الله. شوف شحال الطبيعه، كل مكونات اللي فيها كلهم مضادين للسرطان، ومع ذلك الان الناس يصابون بسرطان. كتبوا في الجوجل اوليف ليف، اوليف ليف بالانجليزيه هي اوراق زيتون، وكليكيو على ايميج، على ايماج، وغادي تلقاو قنينات فيهم اوراق الزيتون كيتباعوا في الصيدليات في امريكا. قنينات فيهم اوراق الزيتون لا اقل ولا اكثر، الاوراق ديال الزيتون في القراعي كيتباع. وحنا عندنا الزيتون الان كيقطعوه كيحرقوه كيحميوا به الفران، كيسخنوا به الفران. اوراق الزيتون طبخوها وتشربوها، والزيتون ما تكونش فيه الصودا، تخمروه بالملح عادي، ما تكونش فيه الصودا وتاكلوه. وهذه المأكولات الى رجعتوا للطبيعه انا انضمن لكم ما عمر السرطان يدخل البيوت ديالكم ابدا ابدا، ولا امراض القلب والشرايين ابدا. واللي عنده لاطونسيون طالعه يغلي الزيتون ويشربوا من السوس وتهبط لاطونسيون، ربما تهبط كاع حتى يولي باغي هو تزيد، باغي تزيد. اوراق الزيتون يغلي اوراق الزيتون يشربهم بدون بلا ما يحليهم.
الا خاف من لا طونسيون تهبط بزاف يزيد معاه العسل ويشافي سرطانات كثيره في الجسم يشافيها. يعني اشياء بسيطه جدا ان الله سبحانه وتعالى خلق الداء والدواء، ماشي خلق الدواء، خلق الدواء ماشي الدواء غادي يخلقوا الانسان، لا سانتيز كيميك ديال الصيدلين، خلق الله خلق الدواء، الدواء موجود في الطبيعه. هاد المواد اللي ذكرت الان، المواد اللي ذكرت لكم هي مكونات كيماويه تعجز الصناعه الان على صناعتها، مستحيل على المدى لا فارماسيتيك لا اندستري فارماسيوتيك، الصناعه الصيدلانيه الان يصعب عليها تصنيع ماده الاوروبيين الموجوده في الزيتون، لا يمكن. والتمر فيه ماده الاوسيتوسين، النساء ملي كيحملوا ماشي حتى تبغي تولد عاد تبدا تاكل في التمر، ملي تحمل تبدا تاكل التمر، وتاكل رابعه ولا نص كيلو ولا عندها الفلوس تاكل اكثر، تاكل التمر كل نهار، تاكل التمر شنو فيها؟ ما فيها شي حاجه، تولد طبيعي ان شاء الله بدون تدخل جراحه. الان ولا الجراحه الان ولات اي شيء، نساء عندنا في الرباط الان اكثر من 95% كيتولدوا بتدخل جراحي، الان بجراحه، تيولدوا بجراحه ما كيولدوش طبيعي ابدا. 95% النساء كانوا من قبل كيولدوا بوحديتهم، حتى النساء ولدوا بلا قابله كاع عندها في الشويه ما شاء الله. الان شنو اللي تغير؟ شنو يتغير؟ ما تغيرتش حاجه، الانسان باقي عنده عينين ولسانا وشفتين، شنو يتغير؟ تغير الاكل هو اللي تغير، ما بطبعه الانسان ولا عنده ربع رجلين ولا خمس يدين، لا باقي الانسان هو هو، ربما يعني يعني الطول ديالو نقص شي شويه بعض السنتيمترات، ولكن باقي الانسان هو هو، باقي هو هو، ياكل ما ياكل ويشرب ما يشرب، باقي هو هو، ولكن الاكل ديالو تغير، الا تغير الاكل ديالو غادي يصاب بامراض. فيعني هنا الماكرونيتريمات غادي نشوفوا دائما، نشوفوا الشحوم والبروتينات والسكريات، هنا الميكرون بحال الفيتامين، تالي الفيتامين لا زادو تيسبو مشكل، لي كونتامينون الفانغال بحال الفطريات، درانكين كوكين بحال الخمر، وعاد الطريقه ديال 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 الطبخ حتى هي غادي نوصلوا ليها. الطبخ الان اللي بغى السرطان ما يدخلش الدار ديالو يزول المقليات، ما يبقاش يقلي في الزيت، ياك فهمتوني اش قلت؟ المقليات، البطاطيس والفلفل والدنجال واللحم والكوتليت والمسائل، يحيد المقليات، يحيد المقليات، السرطان ما يدخلش عنده الدار، ما عمره يدق عليه، يحيد غير المقليات. ولكن هذه المسائل ديال تقلي في الزيت ما شاء الله، لان تما كتضيع المواد الطبيعيه وكتزيد عليها مكونات سرطانيه تكونت من تسخين هذيك الماده هذيك الزيوت، وعاد تزيد المواد التي تحفظ بها الزيوت من فوق هذا الشيء كله، ثم الملح، لان المقليات كلهم كتزيدوا فيهم ملح. والان الانسان يشتكي ويقول عندي ايبرتونسيون، طبيعه الحال عندك ارتفاع ضغط، الاكل ملح زياده، والملح عند الاطفال، لكن شفتوا الاطفال بعض المرات تاكلوا الدنجال مالح، تاكلوا الحمص مالح، الذريعه مالحه، كاوكاو مالح، كل شيء مالح، ما يعني اللحوم هذه النقانق مالحه، الفروماج مالح، كل شيء المأكولات ديال الملح، والطفل الصغير يعني ما يتحملش يعني القدر ديال الملح اللي كياكل، اكيد يوقع عنده مشكل، كيوقع عنده خلل هو في يعني في صغره. عاد يعني كاين هناك يعني مسببات طبيعيه ولكنها قليله، توجد في بعض الفطريات للسرطان، مسببات للسرطان. ثم كذلك الغمله، الغمله هذوك الفطريات اللي كينبتوا على الاكل، فالاكل اللي نابت عليه الغمله على الاقل زولوا هذيك القشره اللي فيها هذيك الغمله، يعني هذيك الخضوريه ولا تكون كحله خضراء حمراء صفراء، كاع هذيك الفطريات لازم تزول، يعني كتكون فوق الزبده، كتكون فوق الخبز، فوق الفرماج، كتنبت حتى في الزيت الاسود، كتنبت فوق كثير من المأكولات. فيها الافلاتوكسينات، والافلاتوكسينات مسببه لسرطان الكبد يعني الخصوص، ويعني لازم تزولوها. الافلاتوكسين كاينه كذلك في الفواكه الجافه، كاينه كذلك في بعض الالبان والاجبان كما قلت. ثم الصافرول، الصافرول موجود في البزار، بلا ما تبقاو تقراوا انا نوفر عليكم هذه القرايه، موجود في الابزار كيكون كثير، يعني كثره البزار، البزار الكحل، بزار الابزار الاسود فيه الصافرول، مادتها هي مسببه للسرطان. الناس اللي كيعانيوا من السرطان ممنوع الابزار يدخل الدار، لا ابيض ولا اسود، ممنوع الابزار تاكلوا به، يعني حتى السكينجبير الان يعني الجانجانجومبر حتى هو العلماء الان يعني متردين فيه، ولكن الابزار على الخصوص ممنوع يدخل الدار. وكاين يعني مكونات كثيره، الاستراغول كاينه في بعض التوابل، منها البارسلي، البنانا، الافوكادو، يعني تكون حتى الارتيشوك، الاليبس، ولكن كتكون قليله هذه الاستراغول، الاستراغول والبيتا اسارون، هذو مسببات للسرطان، كيماويات مسببه للسرطان. الايثيل كربامات، الايثيل كربامات موجوده في المبيدات، ماشي المبيدات يعني موجوده في البيستيسيدات اللي كيترش بها البطاطس والبنان. اما الكربامات الان الكربوفيرون كيدار البطاطس والبنان، هادو مسببين للسرطان معروفين، يعني الكحول طبعا سرطان الكبد، القهوه
فيها زيادة على الكافي نتوا لكافي، ولكن هنا ميتاجينز يعني حتى النساء الحوامل كثروا من القهوة كيزداد الطفل عفية بتشوه.